بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس تكلمنا عن حالة السقط، واليوم سنتكلم عن حالة الشهيد. السقط إذا كان بعد 4 أشهر واستهل صارخا، يعني سقط ولد وهو على قيد الحياة، في علامة من علامات الحياة، اختلاف الحركة، الصوت، صراخ، هذا معنى الاستهلال. استهل صارخا، فحينئذ نقول يغسل ويكفن ويصلي عليه. إذا كان سقط ميتا، يعني هنا حالته بعد 4 أشهر حالة كبير، انتبهنا. قبل 4 أشهر يلف بخرقة ويدفن. أنا جبت عبارة للشافعية، وعند الشافعية إذا استهل الجنين أو تحرك ثم مات، شايف؟ إذا استهل الجنين أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه. قال: وإن لم يستهل ولم يتحرك، فإن لم يكن له 4 أشهر كفن بخرقة، وإن تم له 4 أشهر قال ففي القديم يصلى عليه لأنه قد نفخ فيه، وفي الأم لا يصلى عليه وهو الأصح. إذا كان فإن لم يستهل ولم يتحرك، يعني سقط ميتا، فإن لم يكن له 4 أشهر خاصين كفن بخرقة. إن كان له 4 أشهر في خلاف المذهب، والمعتمد والذي هو في الأم أنه لا يصلى عليه. هلا في مسألة اللي طرحها الأخ اللي هي موضوع التسمية، الحنابلة قالوا بالتسمية بعد 4 أشهر، وأيضا الحنفية. قال: وعند الحنابلة يقول ابن قدامة: إذا أكمل السقط 4 أشهر أو بان فيه خلق الإنسان غسل وصلي عليه ولو لم يستهل، عند الحنابلة. قال: ويستحب تسميته، وأيضا عند الحنفية يستحب تسميته. نعم. وأما الشهيد قال: فلا يغسل ولا يصلى عليه. طبعا من الذي لا يغسل؟ شهيد المعركة، تكلم عن شهيد المعركة. أما كثير من الأصناف لهم حكم الشهيد من حيث الأجر، لكن ليس لهم حكم الشهيد من حيث التغسيل والتكفين والصلاة. سيأتي معنا مثل يعني هذول اللي ماتوا هلا بدرنا، الهدم، الغرق، الزلزال يعني الهدم، يدخل في الهدم. قال: وأما الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، ويسن تكفينه في ثيابه التي قتل بها، لما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر في قتل أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. ما نقول يصلى لأنه في لم مجزومة بحسب حرف العلم، ولم يصلى عليه. فإن جرح في المعركة وبقيت فيه حياة مستقرة بعد انتهاء القتال ثم مات لم يعتبر شهيدا من حيث المعاملة الدنيوية. جرح، خذوا على المستشفى، دخلوا العناية المشددة، وعاد فترة طويلة وبعدين مات. من حيث المعاملة الدنيوية لا يعتبر شهيد، يعني يغسل ويكفن، يعني ما سقط في أرض المعركة، لكن من حيث المعنى الشهادة هو شهيد. قال: وغسل وصلي عليه كالعادة ولو كان موته بالسراية من الجرح، لو كان سبب موته الجرح الذي جرح به في المعركة. والحكمة من أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إبقاء أثر الشهادة عليهم، مثل ما ورد بالحديث الذي وقصته ناقته، قال: لا تغسلوه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أيضا هذا الإنسان الشهيد
يبعث يوم القيامة الدم دم الشهادة، والريح ريح المسك، يعني عمليا هذا الدم شهادة له عند الله أنه كان يقاتل في سبيل الله. قال إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء الناس لهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولا تقتل من يقتل في سبيل الله أمواتا. طيب لما قلنا أمواتا هون وهنيك قال أمواتا؟ لأن قال لا تنصب الكلمات، يعني الجملة التي تقع بعدها تقع مقول القول لا محل لها من الإعراب، أما ما تنصب أرسلك ولا تقول أمواتا، لا تقول أموات، يعني لا تقول هم أموات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من كلم جرح يعني يكلم في سبيل الله إلا جاء كهيئته حين كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال كلم جرح كهيئته كحالته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.